الحيوانات البحرية، أتابع دراستي في القسم الرابع أصيل في مدرسة أبي هريرة، أحفظ من القرآن الكريم 29 حزبا. أنا التلميذة كوثر البحرية، أتابع دراستي بالقسم الرابع أصيل بمدرسة أبي هريرة، أحفظ من القرآن الكريم 31 حزبا، من سورة الشورى إلى سورة الإسراء، وأحفظ من الأحاديث النبوية 61 حديثا. أنا التلميذ خولة بتفاح، أتابع دراستي بقسم الرابع أصيل بمدرسة أبي هريرة، أحفظ من القرآن الكريم 30 حزبا، وأحفظ من الأحاديث النبوية 61 حديثا. بناء على النتائج المحصلة عليها خلال 3 سنوات ونصف من هذه التجربة، تبين لنا بأن هذا التعليم هو في الحقيقة ناجح وناجح جدا. التعليم الأصيل في مدرسة أبي هريرة ساهم بشكل كبير في تنمية المؤسسة عبر جلب مختلف الفاعلين الاقتصاديين والتربويين من أجل بناء وخلق فضاء متعدد الأنشطة داخل المؤسسة، يجتمع على فضاء المسجد وفضاء تحفيظ القرآن الكريم والسيرة النبوية والفضاء المتعدد للأنشطة، فضاء الأندية التربوية وفضاء التعليم الأولي. هذا من إنجازات التعليم الأصيل بالمؤسسة. تبارك الله، وجدت على أنهم أكثر تركيزا واستيعابا وتحصيلا بالنسبة للتعليم العام، وهذا راجع للحفظ اللي هما دائما كيداوبوا عليه في اللغة العربية في القرآن وفي المواد الإسلامية، لأن كما كنعرفوا أن الحفظ كينمي الذاكرة، يقوم بتنمية الذاكرة. لاحظت بلي التجربة ديال التعليم الأصيل تجربة كانت ناجحة، تجربة كانت ممتازة، وهادشي شفناه من خلال تفوق ديال التلاميذ. هذه أول حاجة، تفوق ديال التلاميذ في جميع المواد، ماشي غير فقط في المادة ديال الفقه ولا الحديث ولا المادة اللي كتعلق بالجانب الديني. وبنتي كنلاحظها بأن اجتهدت في المواد كاملة، بعكس ما يقال على التعليم الأصيل أنه كيضغط على التلاميذ وما كيخليهمش يحفظوا بزاف وما كيخليهمش يستوعبوا وكيشدد عليهم، بالعكس أنا كنشوف غير ذلك تماما. القسم الاول هذا داكشي اللي دير مع الاستاذه ديالها، ديك التربيه الاسلاميه التعليم الاصيل، تجي تطبقوا معايا في الدار، تقول لي يا ماما نعاونك في الشغال الصبان، تزيد معايا الكوزينه، زيد العجينه، تقول لي يا ماما هذه الحاجه حرام، هذه ما تكذبش على بابا، وبابا خصو عاد تقول لي نعطيوه نصيحه، كيما قالوا تقول لي يا ماما احنا منين نجي نعطيوه نصيحه لله، تقول لي نعطيوه نصيحه لله. وانا نتمنى الامهات كلش يشجعوا وليداتهم تعلم الاصيل. تلميذه عبير من مدينه فاس، ادرس بمدرسه بن سودة الاولى للتعليم الاصيل الصف الخامس. هدفي من التعليم الاصيل ان انشر هذا التعليم لكي يتخلق الانسان بدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استفيد من هذا التعليم انني احفظ كتاب الله تعالى، واحفظ احاديث النبي وسيرته، واقتدي بها في حياتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اسمي ام كلثوم اشعب، تنقرا في القسم الاول اصيل، كنت تنسرق وتنكذب وتنغوت على ماما وبابا، ودابا فاش
قررت نسد على داك الشيء كيدخلنا جهنم والجنة وبقيت تنسرق وتنكذب وتنخطي على والدي. ولا أجد صعوبة في التوفيق بين مواد التربية الإسلامية والمواد الأخرى، لأن التربية الإسلامية لا تعتمد على الحفظ بل تعتمد على الفهم فقط. وأنا أرغب أيضا في متابعة دراستي بالتعليم الأصيل. ولذلك فأنا شخصيا حينما كنت كرئيس لجمعية الآباء عند انطلاق التجربة في موسم 2005-2006 استحسنت الأمر حين تم اختيار هذه المؤسسة لكي تحتضن التجربة. متواضعتي في التعليم الأصيل التمست أن هؤلاء التلاميذ يعني تلاميذ التعليم الأصيل يتميزون بسرعة البديهة والتلقائية والثقة في النفس وسرعة الحفظ كذلك ووفقهم الله في élèves de ce de l'enseignement originel avant l'immense plaisir vous informer des activités acquises en langue française. Ces acquis vont nous permettre correctement
vont nous permettre de nous exprimer correctement en oral et en écrit. Aussi, nous avons la possibilité d'étudier les différents genres de la littérature française. Conte, poésie, roman, texte documentaire, bande dessinée, etc. Comme nous jouissons d'un environnement éducatif épanouissant dans lequel nous passons des moments agréables en récitant des chansons éducatives, jouant des pièces de théâtre qui reflètent notre patrimoine culturel national. Rahman Rahim, wa salat wa salam ala ashraf al-mursalin ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. أولا وبداية نشكر إدارة المؤسسة على الجهود التي ما فتأت تبذلها من أجل تشجيع هذه المنهجية التربوية اللي هي التعليم الأصيل، ونشكر لهم المساعي والمرامي الشريفة في هذا المضمار. بالنسبة لي أنا التعليم الأصيل واحد المسألة جديدة بالنسبة لي باش كنعرفها بالنسبة للولاد ديالي. دخلت ولدي دابا 3 سنين هو في التعليم الأصيل بالنسبة لمؤسسة القلم. هذا التعليم الأصيل ماشي غير ولدي اللي قرا فيه، راه حتى أنا قريت فيه. وفي الحقيقة تنشكروا مؤسسة القلم لهاد الحاجة اللي هاد الإمكانية اللي ضافوها للدراري ديالنا. المستوى الأول التعليم الأصيل. أنا فرحة لأنني أتعلم أشياء كثيرة مثل القرآن، الحديث، الفقه والسيرة، وكذلك اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية والرياضيات والإعلاميات. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى. بأن تلاميذ المستوى الأول من التعليم الأصيل من بين المواد التي يدرسونها مادة الحديث، وقد روعي في هذه المادة توخي الكفاية التالية من بينها إكسابهم معجم مفاهيمي ولغوي، توظيف رصيدهم المحفوظ من الأحاديث في مختلف المناسبات والمواقف، كذلك أن يتعرفوا على أركان الإيمان ويصدقوا بها من خلال مواضيع وما يتضمنه البرنامج من معاني وقيم ومفاهيم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها
مدرسة الائتلاف للتعليم الأصيل الخصوصي، أحفظ من كتاب الله تعالى 21 حزبا. أتمنى من الله تعالى أن يوفقني لحفظ كتابه. اسمي أميمة أفكي، سني 12 سنة، مستواي الدراسي الرابع ابتدائي، أحفظ من كتاب الله تعالى 21 حزبا. أتمنى من الله أن يوفقني لحفظ كتابه. لا أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا. محمد محياوي، سني 8 سنوات ونصف، مستواي الدراسي الرابع الابتدائي بمؤسسة الائتلاف للتعليم الأصيل، أحفظ 24 حزبا من القرآن الكريم. أتمنى من الله عز وجل أن أختم القرآن الكريم. Et ma grande souhait est-ce que l'été ne termine jamais.